للمزيد ينضم إلينا من مطار العلمين الدولي موفد إكسترا نيوز هشام عبد التواب. هشام، أهلا وسهلا بك معنا إلى هذه الجولة الإخبارية. لو تضعنا في صورة ما لديك في اليوم الثالث من فعاليات المعرض والإقبال والمشاركة. ألا بالفعل هذا هو اليوم الثالث والأخير لمعرض مصر الدولي للطيران والفضاء. تستمر هذه الفعاليات من هنا من مطار العلمين في مدينة العلمين لمتابعة كل ما يتم في معرض مصر الدولي للطيران والفضاء. تستمر الفعاليات على مدار هذه الثلاثة أيام، وتستمر الفعاليات هنا في الخارج على الساحة المخصصة لعرض الطائرات من مختلف وأحدث الطرازات بمشاركة عدد كبير من الشركات والدول، أكثر من 200 شركة و100 دولة مشاركة في هذا المعرض. وأيضا تستمر الفعاليات بالداخل، حيث الأجنحة المخصصة للشركات والدول المشاركة من العارضين في هذا المعرض، وتستمر أيضا التفاعلات ما بين هذه الشركات وبعضها البعض. نعلم أن هنالك تنوع كبير في الشركات المشاركة في المعرض، إلى جانب بالتأكيد تنوع الدول المشاركة. عدد كبير من الشركات، سواء الشركات المصنعة للطائرات، الشركات المصنعة لمحركات الطائرات، الشركات المزودة لخدمات الطائرات، وأيضا الشركات المختصة بالتدريب والتأهيل في هذا القطاع المهم، سواء قطاع الطيران والفضاء. وهذا المعرض له طابع مدني وعسكري أيضا، لا يقتصر على يعني أي من الطابعين، ولكن يوجد به الطابع المدني وأيضا العسكري. وكما ذكرت، تستمر هذه الشركات في التفاعل مع بعضها البعض لعقد عدد من الشراكات المختلفة. وتابعنا خلال اليومين الماضيين عدد كبير من الاتفاقات والشراكات ومذكرات التفاهم التي وقعت بين عدد من الشركات المصرية وبالأخص الهيئة العربية للتصنيع وعدد من الشركات التابعة لها وعدد من الشركات الأجنبية الأخرى المشاركة في هذا المعرض. من المهم الحديث أيضا عن يعني الأفكار الواعدة التي يمثلها هذا المعرض. هذا المعرض كما ذكرت في البداية يعرض لأحدث وأهم طرازات الطائرات التي وصلت إليها شركات الطيران، ومنها على سبيل المثال التاكسي الطائر الإماراتي الذي تابعناه وموجود هنا في ساحة العرض في مهبط مطار العلمين، وهو يمثل طفرة كبيرة في النقل والتنقل وتقديم خدمات التنقل. توجد هنا في أرض مطار العلمين ثلاثة نماذج للتاكسي الطائر، لراكب واحد وراكبين، وأيضا نموذج لنقل البضائع الكارجو وغيرها، ويمثل بالتأكيد طفرة كبيرة في عالم النقل والتنقل. أيضا من المهم أخيرا الحديث عن العروض الجوية التي دوما ما نتابعها ونشاهدها. عندما نسأل الناس هنا والمشاركين والزوار والحضور للمعرض عن أهم لحظات، فيجيبون بشكل تلقائي عن روعة العروض الجوية التي يشاهدوها ويتابعوها. تابعنا منذ صباح اليوم وحتى الآن عدد من العروض الجوية المنفردة، وننتظر حتى نهاية اليوم عدد آخر من هذه العروض من مختلف الدول، من مصر والإمارات والسعودية واليونان وعدد من الدول. وفي ختام المعرض سنتابع عرض خاص لفريق الألعاب المصري سيلفر ستار الذي سيقدم في ختام المعرض عرض جوي لفريق الألعاب. هذه الأصوات التي تعلو أيضا في الختام هي لفرق تقدم مقطوعات موسيقية وفنية خلال المعرض تتماشى مع أجواء الطيران وما يتم هنا في المعرض. ألا أصوات وثورة تتحدث بكل تأكيد من خلفك هشام. بشكرك شكرا جزيلا هشام عبد التواب موفد إكسترا نيوز على كل هذه المعلومات.